دلوقتي احنا يمكن الرحلة بدأت من سنين طويلة، موضوع الرقمنة في البنوك والفيزا بقى والكلام ده كله، عايزين كده نرجع لورا شوية ونعرف تاريخ الرقمنة ايه في البنوك. طيب، هو مبدئيا احنا عندنا اربع انواع من البنوك، البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية. البنك التجاري ده اللي احنا بنتعامل معاه، بنحط ونودع فيه وبنستلف منه او يعني بنعمل شهادات الادخار او الاستثمار. الجزء الثاني اللي هو البنوك الاستثمارية اللي هي بتاخد الفلوس وبتعمل عملية reinvestment أو الاستثمار. ابتدى يدخل علينا أنواع جديدة من التطور، الصناعة الرقمية أو الفينتك، وده اللفظ اللي هو الجديد. لو رجعنا ورا شوية، احنا ابتدت الموضوع في منتصف الخمسينيات تقريبا القرن الماضي، ابتدت يحصل عملية الذكاء الاصطناعي، وابتدى نوصل لحد الثمانينات أو بداية الثمانينات. في سنة 82 شركة في أمريكا اخترعت الكارت اللي هو بتاع الفيزا، اللي هو النهاردة كل الناس شغالة بيه. في الثمانينات، في بداية الثمانينات، والشركة دي أشارت إفلاسها، هي كانت دي جي كاش، وأشارت إفلاسها في 97. كان الموضوع غير مجدي للناس، والناس مش عارفة تتعامل معاه. يعني احنا في مصر ده خلينا امتى موضوع الفيزا؟ احنا يعني بداية التسعينات كانت مصر، يعني اللي تديله يعني الماستر كارت او الفيزا كارت ده كان يقولك انا يعني انا عايز فلوس في ايدي، فلوس ورقيه، مش معترفين بيه. ابتدى يتحول الموضوع ده لحد ما دخلت في التكنولوجيا الرقميه مع صناعه الالعاب الالكترونيه. ابتدت يحصل اللي هو الكوينز بتاع في سنه 94 و93 في الالعاب اللي هي الالكترونيه، وابتدت تتطور باشكال لحد ما وصلنا ل 2008 2009 مع بداية ظهور البيتكوين والعملات الرقمية اللي ابتدت تدخل في الموضوع. ابتدى الاقتصاد هنا يتوقف، وابتدى يبقى في يعني فكر جديد، وفي تكنولوجيا مالية ابتدت تدخل في الاقتصاد بشكل كبير، وابتدت الشركات تنشأ الفينتك أو إن البنوك اللي احنا قلنا عليها اللي هي التجارية والاستثمارية يبتدوا يعملوا نفسهم مواقع إلكترونية. وده الشكل الجديد ان انت بتعمل الخدمات بتاعتك من خلال الموقع بتاع البنك. التعاملات البنكيه مش لازم داخل البنك نفسه، لكن من خلال الموقع الالكتروني. هو نفس البنك. البنوك الاستثماريه اللي هي بتاخد الفلوس وتعمل لها انفستمنت ابتدت تدخل مع البنوك التجاريه، وابتدوا يعملوا ماتشنج او ابتدوا عشان يعملوا عمليه المضاربات في البورصات وفي ما يسمى الفوركس، وعملية ترانزاكشن ما بين العملات. وده الشكل اللي هو عن طريق البنوك التقليدية والبنوك المركزية، وده بيبقى ما بين البنك المركزي وما بين الهيئات الرقابة المالية أو ما يوازيها في كل دول العالم. يعني هنا في مصر احنا عندنا هيئة الرقابة المالية، دولة زي الإمارات عندها هيئة الرقابة المالية للأنشطة الغير مصرفية. وهنا ابتدت العالم بقى يدخل في الشكل الجديد للتطور التكنولوجي أو الذكاء الاصطناعي. ابتدت تظهر شركات تانية اسمها الفينتك. هنا العالم بقى ابتدى يقف وابتدى يتوقف ويشوف الفينتك دي عبارة عن ايه، لأن هي شركات قد تحصل على ترخيص وقد لا تحصل على ترخيص. ايه امثلة للشركات دي؟ يعني احنا عندنا بيبال، البنك المشهور، شركة جدا دولية. شركة دولية، هو بيبتدي عن طريق مؤسسين. المؤسس ده ممكن يكون مبرمج، ممكن يكون صاحب رأس مال كبير، ويبتدي يشتغل بنفس التقنيات اللي هي كانت معمولة في البيتكوين والعملات الإلكترونية اللي طلعت اللي هي الرقمنة فيها، واللي هي تقنية البلوكتشين وسلاسل اللي هي اللي بتتعامل بيها البلوكتشين نفسها، وابتدى يطورها ويعمل لها تحديث في البرمجة بتاعتها، ان هي تقدر تعمل المعاملات البنكية عن طريق شركات، وممكن يكون عن طريق موقع كامل. هنا البنوك المركزية ابتدت تفكر، يعني احنا لسه السعودية، احنا مصر بقى لنا شهر طلعنا القانون بتاع، يعني البنك المركزي بيعمل القانون بتاعه، وابتدى يصدر ان هو يبقى فيه رخصة كاملة ليه، وممكن يبقى تابع لبنك وممكن تبقى تابع لأشخاص، بس شرط ان هو يحصل على رخصة.